يا أهلا بيكو. دي التيمت دوم، التيمت دوم تعتبر نسخة دوم الأولى، الكلاسيك دوم الأولى كاملة. تمام، في دور كده اللي هو الدور ده، مش فاكر الدور رقم كام. عايز اشرح وانا بلعب، بس الوتيرة بتاعت اللعب ايه، ممكن تكون سريعة شوية. زي ما احنا شايفين، انا نظام الالعاب الامريكان جيمز، امريكان جيمز، شوف البيوت عاملة ازاي، او التصميم عامل، طبعا تصميم يعني الجرافيكس، او تصميم بيت اللعب عامل ازاي، تخيله عامل ازاي. انا اتغفلت يعني، دخلت فجأة. ده المفتاح الاصفر. الهيلث بقى عندي 55%، كده خليته 80%. استخدم سلاح تاني. دخلت فجأة، لما دخلت فجأة دخلت غلط، ما عرفتش اتصرف. ده باب سري، منطقة سرية. اللعبة دي مليانة بالأبواب السرية، يعني الأماكن السرية، غرف سرية وكده، سراديب وحاجات زي كده. انا معلقتش على جيمز قبل كده، فما اكتسبتش مهارة التعليق على الجيمز. غير كده التعليق على الجيمز محتاج برضو ايه، مصطلحات معينة عشان تبقى يعني جيمر بيعمل فيديوهات كويسة. ده باب زي ما انت شايف، باب الاصفر. دي منطقة هنا اقدر اجيب الخريطة لو دوست زرار تاب. تمام، المناطق لسه ما اكتشفتهاش، ما تلاقيش ليها صورة، كل ما تمشي الصورة تبان اكتر. محتاج سرعة، سلاح اسرع. محتاج سلاح أسرع. دي غرف سرية اتفتحت للوحوش، ثلاث غرفة، وفي هنا غرفة كمان، في هنا منطقة يعني دي بتاعت هيلث، تخلي الهيلث 200%. ضربت ضربة جامدة. نقدر نرجع تاني. لما نرجع تاني المفتاح، في مفتاح احنا فتحناه، المفتاح الكهربي ده هيفتح ايوه المنطقة دي اللي قصادنا. نجيب الشوت جان. الشوت جان ده كويس، يعني الشوت جان ده بتاع الشغل الكلاسيكي، او وتيرة اللعب، وتيرة اللعب الكلاسيك او التقليدية العادية.
فاكر المفتاح ده بتاعي وفتح لي ممر. انا ملاحظ انا الكلمات المناسبة لوصف اللعبة مش معايا. المفردات المناسبة لوصف اللعبة مش معايا. ده ممر، لازم تقرا عن اللعبة بالانجليزي وتعرف المقابلات بالعربي عشان تعرف تتكلم بدقة مناسبة عن الجيمز، عن اللعبة نفسها. لك زي ما بيقول المثل الانجليزي، يعني ما معناه، يعني صورة واحدة اجدر من 1000 كلمة او حاجة زي كده. انت شايف بعينك احنا ماشيين بنعمل ايه. ده باب عايز مفتاح الازرق. المفتاح الازرق معايا. هنا بقى ايه؟ في عك. الوحش ده تقريبا مش عارف اسمه ايه، ديمون. ده من النوع التقيل. كان في نظارة هنا، نظارة للرؤية الليلية، بس مش فاكر فين. هنا تمام. عملنا مسح لل واحد بشوت جن اهو. ده مش بشوت جن ده، بس حاجة شبيهة بالشوت جن. ده باب النهاية هنا. تمام كده. نسجل وكفاية كده، نكتفي بهذا القدر.